هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية وبهذه العشر وما بعدها من أيام التشريق. تاسعاً، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين ضحى عن نسائه بالبقر، فدل هذا على ماذا؟ على أنه كما يكون للتضحية بالغنم فضل، أيضا يكون هناك فضل التضحية بالبقر، ولا إشكال في ذلك. لكن هل الأفضل البقر أم الإبل أم الغنم؟ مسألة خلافية لا يتعرض لها في مثل هذا المقام. لكن كما أنه ضحى صلى الله عليه وآله وسلم بالغنم، ضحى عن نسائه بالبقر.